الجسد بحاجة كبيرة إلى المياه، فالجفاف يؤثر على عمل كل أجزاء الجسم من فروة الرأس إلى أصابع القدمين، وتالياً براهين على مدى حاجة بعض الأعضاء إلى المياه مثل الدماغ. فإبقاء الجسد رطباً من خلال شرب الماء يبقي الذاكرة حادة والمزاج مستقراً، لأن قلة الماء تقلل تدفق الأكسجين إلى الدماغ. الفم: الماء يبقي الحنجرة والشفتين رطبة، وذلك يقي بدوره الفم من الجفاف، فالجفاف يسبب رائحة فم كريهة ويشجع تسوس الأسنان. القلب: الجفاف يقلل من كمية الدم في الشرايين، وهو ما يجعل القلب يجتهد أكثر لضخ الدم وتوفير الأكسجين الكافي للخلايا، وكل هذا يجعل الأنشطة اليومية تبدو صعبة جداً، وكذلك تزيد صعوبة التمارين الرياضية. الأوعية الدموية: الجسد يتخلص من الحرارة عبر توسيع الأوعية الدموية القريبة من الجلد، وهو ما يؤدي إلى تدفق مزيد من الدم ومزيد من الحرارة إلى الخارج. أما إذا كان الجسد جافاً لا تتوسع الشرايين بسهولة، وهو ما يبقي الجسد حاراً. الأطراف: المياه داخل وخارج خلايا العضلات توفر العناصر الغذائية الكافية وتتخلص من الأوساخ بكفاءة، وهو ما يحسن أداء الجسد، كما أن المياه ضرورية لترطيب المفاصل. الجلد: الجلد يفقد مرونته كلما اشتد جفاف الجسد، وذلك يسهل ظهور التجاعيد. الكليتان: الكليتان بحاجة للماء لتصفية الأوساخ من الدم وإفرازها في البول، كما أن شرب الماء الكافي يقي من التهاب المسالك البولية وتكون حصى الكلى. تختلف الآراء حول كمية الماء التي يجب استهلاكها يومياً، ولكن معدل 11 كوباً للرجال وثمانية أكواب للنساء يومياً يبقى الأكثر ترجيحاً، وكلما زاد وزن الشخص وزادت حركته تزيد حاجته للماء. والنصيحة المثلى تتلخص بمراقبة لون البول، فإذا كان فاتحاً وقريباً إلى عصير الليمونادة فهذا يعني أن الشخص يتناول الكمية الكافية. ديالا أبي زيد دويهي، العربية.